انتهت المحكمة إلى عدم أمانة الأم لتكون حاضنة لابنتها لارتكابها أفعالاً تتنافى مع الشريعة والأعراف وتمس الشرف، ولذلك تؤول حضانة الطفل عائشة هشام إلى والدها هشام فتحي عبد العزيز. شتني أوضتي أوي. تعالى الشنط الكبيرة دي حطها في الأوضة الكبيرة، ودول حطهم في أوضة شوشو. حاضر يا هاني. حاسس بتقع بس. مش عارف اقول لك ميرسي بقى ولا اقول لك ايه. ميرسي على ايه بس؟ اقعد انت زي الملك وانا هخش اعمل لك قهوه عشان تفضي دماغك من القرف اللي احنا شايفينه من الصبح. اه والله. انت عارف ان انت اغلى حاجه في حياتي ولا لا؟ عارف. خيانة حصلت من هنا. هنعرفه يا عم مخلوف، والله العظيم هنعرفه. يعني يخش بيتي ويبقى تلميذي ويبيعني؟ القاضي ما حكمش بحضانتها لابوها الا لما شاف الفيديو اللي شوشو بترقص فيه. طب وايه المشكلة؟ دي مع امها وجدها. الكلام ده كان زمان يا زهرة. الدنيا دلوقتي اتغيرت. الواحد من دول يبقى فاسد ومرتشي وياكل مال النبي. لكن ما دام شايفينه بيصلي يبقى خلاص. بريء ومحترم. كده بقيتي زي القمر يا شوشو. بقيت كول؟ ايوه يا حبيبتي بقيتي كول، بس اعملي حسابك بقى يا كول ان احنا هنبدا خلاص دروس الباليه. بجد؟ ايوه طبعا بجد، انا عمري قلت لك حاجه وطلعت غلط. صباح الخير. صباح الخير. ايه يا حبيبتي؟ انت لسه ما جزتيش ولا ايه؟ لا انا هاي متاخره النهارده. روح انت وانا هبقى احصلك. غريبه انا، مش متعود منك على كده. معلش بقى النهارده اكسبشن. خد شوشو معاك ركبها اللغز بتاعها. حبيبتي بجد ميرسي على كل حاجه بتعمليها عشان. انت عارف ان انت اكتر حاجه بحبها في حياتي ولا لا؟ عارف. يلا شوشو. يا رجب هات مراتك واطلع لي حالا. يلا بسرعة.
البيت الساعة بقت 4. هتفرق ايه يا بابا 4 ولا 5؟ اصحي بقى على اعمل لك نسكافيه ولقمة تاكليها. مفيش داعي تتعب نفسك. تعبك راحة يا حبيبتي. ارتاح من ايه؟ وانا ورايا حاجة؟ ولا شو هترجع من المدرسة؟ ولا هذاكر لها؟ لا. ولا هأكلها؟ لا، ما بحبش النغمة دي. مش دي جميلة بنتي؟ جميلة خلاص. خلاص ايه بس؟ كنت عملت زيك كده مع البلاوي اللي انا شفتها. كان زماني مت من زمان. بتشر عليك، بتشر. يلا يا حبيبتي. يلا قومي خدي دش. على بال بقى ما اعمل لك نسكافيه واحطهولك على النيل. في الشمس اللي قربت تغيب دي. قاعدة ملوك ما تلاقيهاش اللي عند مخلوف الأنونج. الو، ايوه دكتور عبد الله. في شركه جديده بتاعه توريدات اسمها الكي، ممكن تشوف لي مقرها فين او مين المندوب بتاعها؟ ويا ريت بقى لو صوره من السجل التجاري بتاع الشركه او الضريبي اي حاجه. وبعدين بقى دي طلعت تبع هيئه الاستثمار، اكيد ليك هناك حد يعرف لنا الشركه دي باسم مين بالظبط. مش هينفع نسيب البنت الليلة كده. يعني ايه نسيبها؟ دي برضه لحموكوا ودموكوا، وانتوا عارفين السواد اللي ما بين ليلى وجميلة. عندك حق، بس ليلى بتحب شوشو. هي ليلى دي بتعرف تحب اصلا؟ ولا انت ليك رأي تاني؟ خلينا في شوشو. هتعملها احسن معاملة. ليلى مش غبية عشان تعملها وحش وتعدي هشام. انت ما بتاكليش. مش عارفة، نفسي مسدودة قوي. عندك برد ولا ايه؟ جايز، حاسة اني عايزة ارجع. ايه نمت؟ اخيرا. على فكرة البنت دي مامتها كانت مدلعاها قوي. مش ممكن. هتمدلعها ايه بس؟ دي كانت شد عليها طول الوقت. انت فاكر الشدة دي ايه يعني؟ حاجة حلوة؟ التربية ما فيهاش كده خالص. وقت الشخط شخط، وقت اللعب لعب، وقت الجد جد. هو دي يا جد انت؟ هي مش نمت وخلاص. لا 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 ما ترديش. لا ده بابا. ايه؟ الو؟ معلش حبيبتي انا اسف، اضطريت اكلمك في وقت متأخر. لا طبعا ما يهمكش، اتكلم اي وقت. متأخر ايه بس؟ اتكلم في اي وقت. انت كويس؟ انا تمام يا روحي. بس في خبر حلو قوي ما قدرتش اجله. خير؟ اتفضل. انا قدرت اتواصل مع سفاره فرنسا وحصل بالظبط زي اللي حصل مع سفاره ايطاليا بالنسبه لموضوع المستشفى بتاعتك. بجد؟ ربنا يخليك يا بابا. ميرسي. هشام اهو سامعك، سلم عليه. مساء الخير يا سعاده السفير. في ايه يا بابا؟ حرام عليك روحك. يعني ايه؟ يعني كفايه بقى الدوحه اللي انت فيها دي. لازم تفوقي وتخرجي للحياه وللناس. هتفضلي حابسه نفسك هنا لحد امتى؟ الناس اللي انت بتكرهيهم دول بياكلوا وبيشربوا وبيخرجوا وحياتهم ماشيه. انت الوحيده اللي حياتك مشلوله. Thank you.
ابوكي ده راجل عظيم. طبعا عظيم زي بنته. لا بنته دي ما فيش زيها. طب هتعمل ايه بقى للي ما فيش زيها؟ بكره اخدك عشيكي في احلى مكان في مصر. تعشيني؟ بهزر معاكي. بكره نروح عند الجواهرجي نقي اللي انت عايزاه. جواهرجي ليه؟ انت واخد خالتك. ده قولي عايزه ايه طيب؟ عايزه زي ما بيعملوا في الشركات العالميه المحترمه. طب بيعملوا ايه بقى ان شاء الله؟ بيعملوا لما حد يعمل لهم ديل كبير قوي بياخد نسبه من الاسهم اللي في الشركه الام. بابا انا نازله، عايز حاجه؟ ايه ده؟ انت نازله كده؟ انت مبسوط ولا زعلان ولا مستغرب؟ ولا حاجه من دول، بس حابب اعرف بتفكري في ايه وازاي؟ حسيت ان انا عايزه اقلع، حسيت اني مخنوقه ولا عارفه اشتغل ولا عارفه اعيش. حتى لما كنت لابسه في المحكمه القاضي ما تعاطفش معايا. ايه لازمته بقى؟ وانت كنت لابسه لنفسك ولا لربنا ولا للقاضي؟ كنت لابسه عشان خايفه. مش قادرة اتكلم بصراحة بابا، انا تعبانة. وبعدين انت نفسك كنت معترض عليه. ولسه معترض. بس احب لما بنتي القوية العفية نجمة والبطلة لما تاخد قرار يبقى عندها اسباب. انا نازلة. ادعيلي بس. يا مراتي بس بصراحة ابتديت أقلق منها يا عبد الله. لما بتقلب بتبقى واحدة تانية خالص. بس ما تنكرش إنها نقلت المستشفى نقلة تانية خالص. وأنا نقلتها نقلة تانية خالص. شوف دلوقتي مرتبها بقى عامل إزاي. طب أنا عندي اقتراح. اتفضل. خيرها، زود مرتبها من غير نسبة وتديها نسبة بسيطة وقلل المرتب. أنا شخصيا مستحيل أقلل نسبتي. طيب إيه رأيك تعرض الأمر على مدام لطيفة وتاخد من نسبتها هي؟ حلوة. رامي عايزك ثانية واحدة. فيها عم ممكن تستناني لما تخلص؟ ليه؟ عشان نروح نجيب التحاليل بتاعتك. وده وقته يا عبلة، انا بشتغل دلوقتي، هبقى اروح انا اجيبها. طب اروح اجيبها انا؟ يا عبلة هبقى اروح انا اجيبها. ماشي يا رب. اوكي. الا يا هشام، انت مش واخد بالك ان مراتك شويه شويه هتطردنا وتاخد هي المستشفى تديرها لنفسها؟ والله بشهاده كل الناس اللي عملته محدش غيرها قدر يعمله. تمام. بس انت كمان بتديها مرتب مدير بنك يعني. من غير ما تديني دروس انا بقترح تديها نسبه من نسبتك وانا اقلل مرتبها. سيبني ادرس الموضوع وارد عليك ان شاء الله. تدرسي ايه؟ لا طبعا. وانت بتتكلم بصفتك ايه ان شاء الله؟ بصفتي ابراهيم، يهمني زي امري بالظبط. مش بنكر مجهود ليلى ولا حاجه، بس انت مزودها قوي. عاجبك الكلام اللي البيبي يقوله ده؟ زي ما قلت لك يا دكتور، سيبني ادرس الموضوع وانا فعلا هرد عليك. ماشي. ايه شغل النصب ده؟ يا ابني انت ما بتتعلمش ابدا، غاوي تكسب عداوة الناس وتستفزهم. بيستهبل برضه. يا اخي اتعلم مني، لما حد يعرض عليك حاجة خد فرصة فكر، حتى لو هترفض. You have to always be in a win-win situation. عارف بس هو استفزني بس. أرجوك اكبر، ما ينفعش تفضل تغلط وأنا أشيل ثمن الغلطات دي. آخر مرة دفعت دم قلبي وعدت. ممكن ما تعديش هشام؟ أنا كده كده مش هوافق. ادخل. خش. إيه يا ابني في إيه؟ إيه اللي بتعمله ده؟ علي اللي باعك وباعنا كان مزنوق في فلوسه وكاتب على نفسه وصل أمانة لواحد في الحتة عندنا. وأنا اللي كنت بتصدر في الموضوع عشان أأجله. من يومين لقيتهم واقفين مع بعض وفي ود ما بينهم. مشي البيه، رحت سالت الراجل لقيته بيقول لي ده رايح يجيب الفلوس وجاي. سبته وجريت وراه، ركب تاكسي ركبته وراه، لقيته نزل في حته عربيه شيك وست شيك جايه بتديله ظرف فيه فلوس. ساعتها بس مسكته وقررته،
راح ادى الفلوس للراجل وجبت وجيت على هنا. سامحني يا استاذ، انا ضعفت قدامي فلوس وخنت القش والملح. ما عشان انت واطي ووسخ. سامحني يا عم مخلوق. خلاص يا ابني خلاص، وسامح ربنا، اتكل على الله وما تجيش هنا تاني. امشي امشي، اطلع بره، امشي. الاتنين دول مالهم؟ بيتخانقوا مع بعض كده ليه؟ ده اللي مصور عيشة فيديو. يا نهار اسود، والله العظيم انا ممكن الحقه دلوقتي واديله بالجزمه. يلا اغار في داهيه ومش هنشوف خلقته تاني. يا عم مخلوف ما بتتكلمش ليه؟ انا قلنا ابو الحاجه، انا قلنا ابو الفقر. هو بابا مين؟ زعلان من الخيانه والفقر. مهم، انت عملت ايه في الشغل؟ ولا حاجه، زي ما رحت زي ما جيت. زينا يعني، هي البلد مضروبه وما فيش سياحه، حتى المطاعم اللي كانت بتجيب فرق تشتغل ما بقتش تجيب حد. ما طبعا، ما الناس هتاكل احسن ما تسمع غنى ومزيكا. هي الست دي مش هتحترم نفسها؟ هي فاكره نفسها صغيره؟ دي ست كبيره على فكره في السن. ليلى، احنا جايين دلوقتي عشان نحل الموضوع ولا عشان نشوف هتربي لطيفه ازاي؟ بصراحه عشان حاجه تنرفز قوي، متنرفزه من الناس دي قوي، خلاص مش قادره استحملهم اكتر من كده. عمالين نلملم وراهم ونشيل في قرفهم ومفيش فايده، وبرده مش عاجب. طب نعمل ايه تاني بقى؟ معاكي حق في كل اللي انت بتقوليه، بس الحل ايه؟ ما انا قلت لك يا حبيبي، قلت لك تكتب لي نسبه في المستشفى. انت اللي مش راضي. هو احنا مش واحد ولا مش واحد؟ ما هو يا حياتي، عشان احنا واحد ما ينفعش تاخدي من نسبتي، يا اما هي هتستولى على كل حاجه في المستشفى، وعشان احنا واحد برضو ناخد منها مش مني. فهمتي؟ فهمت. لا، المنظر، المنظر اللي انا خدت بيه العربيه لزكي، فاكره يوم ما كنا في المعادي ودخلنا في الشجر؟ فاكره. يا نهار اسود على الشجر، هي اول واخر شجره انا دخلت فيها الحمد لله. استنى التليفون بيرن. طنط لطيفه ولا ايه؟ لا ليلى، مش فايزه هي. الو؟ ايوه يا كريم، هي لطيفه جنبك؟ لا ابدا. ايه، في حاجه؟ تيجي لي بكره الصبح اول ما تصحى من النوم. الله، ليه؟ مالك؟ يعني هي المكالمة دي ما كانتش تقدر تستنى لحد ما نتقابل في المستشفى؟ لا يا كريم، انت هتجيلي البيت مش المستشفى. البيت؟ الو؟ هو في ايه؟ مش عارف. طب ومالها بالكلام الجامد كده ليه؟ تقريبا فاكره بقى انها يعني مرات هشام فصاحبه المستشفى او حاجه. ما تعرفش ان انت كمان جامد ومهم في المستشفى؟ تكون عايزاني في ايه بس؟ انا ما كنتش فاكراك كده خالص يا كريم، انت خيبت املي فيك. ليه، في ايه اللي حصل؟ هو مين ظهرك في المستشفى؟ انت طبعا. حد يتخلى عن ظهره؟ لا، ما تجيبي من الاخر، في ايه؟ بعد كل اللي عملته معاك بتعمل كده فيا؟ بتقف في سكتنا؟ انا ايه اللي حصل؟ هو مين اللي قال لطيفه ما تتنازلش عن جزء من حصتها في المستشفى ليا؟ مش انت؟ هو ده الموضوع بقى. هو في غيره؟ هشام هو اللي سخنك طبعا، صح؟ مش ده اللي حصل؟ جوزك يا ليلى بدل ما يقدر اللي انت عملتيه عشانه واللي انا عملته، ان انا عديت اختي واهلي ودلوقتي بيوقع بيني وبينك. بس انا مش متفاجئ، عشان اللي عمله مع جميله ده يخليه يعمل معايا اكتر من كده. يا عم بقى، ما تفككوا بقى من قصه جميله واسم جميله اللي حشرينه في كل حاجه ده، مش عايز اسمع اسمها. طب سيبك بقى من جميله، ايه اللي جاب بقى لطيفه في المصلحه اللي بينك وبين هشام؟ يعني ليه مش هشام هو اللي يديكي جزء من نصيبه؟ لا تحترم نفسك قوي وانت بتتكلم عن الدكتور هشام. شلاها يا دكتور هشام، يا سليل المجد والاصل. جرى ايه؟ انتوا نسيتوا نفسكم ولا ايه يا هانم؟ وانت جايه بقى تديني درس في الادب وفي الاخلاق وفي رد الجميل؟ لا فكك، لما ترد الجميل اللي عليك الاول. واو، ايه ده؟ ده انت بقيت جامد قوي يا كيكي. ايه ده يالا، انت ما بتخافش من حد خلاص ولا ايه؟ واخاف ليه؟ ومن ايه؟ انتوا ماسكين عليا زله ولا حاجه؟ تخيل بقى، ماسكين عليك زله جامده قوي. لا فكك فكك، انا ما بخافش وما بتهددش. طب مش تسال الاول ماسكين عليك زله ايه؟ شوف كده الفيديو ده. مم.
تحب تكمله للآخر ولا كفاية كده يا عنتي للمعادي؟ انت ايه شطانة؟ احترم نفسك يلا. انا لو كنت عايزة ادمرك من اول يوم دخلت في المستشفى ما كنتش هتردد، بس تعمل ايه بقى في قلب الطيب؟ عملت حساب العيش والملح اللي كلته في بيتكو زمان. اللي هقولهولك تعمله بالظبط يا كيكي، تروح للطيفة وتقنعها بالتنازل زي ما اقنعتها بالعكس، مفهوم؟ وما نفذتش هبعت الفيديو ده بقى لماما لطيفة وهي ترميك في الشارع وترجع تاني شحات تبيع تيشيرتات مضروبة يا حرام يا بتاع الكي. يا نهار اسود، يعني انت ما كنتيش تعرفي؟ انت عبيط يا كريم، وانا هديها بنفس السكينه اللي تذبحني بيها؟ امال هي عرفت تصورنا ازاي؟ جابت مفتاح اوضتك منين؟ يا بنت الكلب احكي لك. يعني انا ما اعرفش اعمل معاكي واجب بعد الحركه بتاعت الصور بتاعت جميله اللي انت عملتيها معايا دي؟ طول عمرك صاحبه واجب يا ليلى، وبعدين ما انت خلاص ظبطتيني. لا خليكي قاعده هنا عشان تنبسطي، انزلي اعملي مساج، روحي الساونا، وعشان كمان تبقي قريبه مني ونروح نتغدى مع بعض. بجد مش عارفه اقول لك ايه، واضح فعلا ان انا كنت ظلماكي. ولا ظلماني ولا بتاع، بلاش بقى نتكلم في اللي فات المقرف ده. بصي ده مفتاح معاكي، والمفتاح ده هيفضل معايا عشان عامله لك مفاجاه. مفاجاه ايه يا عبيطه؟ ودي تبقى مفاجاه لو قلتها لك. يلا. شياطين شياطين وبس؟ انا عمري ما تخيلت ان في حد بالوساخه دي. طب ودي هنعمل معاها ايه؟ كده علمت علينا، دي ممكن تعمل اي حاجه. دلوقتي تقدر بس مش على طول. يعني ايه؟ ما اجيب لها السيره اني عرفت حاجه. هو انا هكلمها اصلا؟ لا انت هتكلمها وهتتعامل معاها كمان، ومن ناحيتي انا صاحبتها وسرها. طب ما تفهميني انت ناوي على ايه؟ معرفش يا كريم، معرفش هعمل ايه. خلينا نستنى شوية لغاية ما يبقى معانا حاجة نمسك عليها وبعدين نشوف هنعمل ايه. طب واللي هي عايزاه مني؟ هتعمله يا كريم، هتعمله. يا ابني افهم، وانا هستفاد ايه لما اللي بيني وبينك يتعرف؟ طب وهي ليلى جابت منين موضوع الشركة دي وعلاقتي بيها؟ هو انت اسمك فيها اصلا؟ محدش يعرف الموضوع ده غيري وغيرك. هو ده اللي مجنني. عموما سيبني يومين وانا هجيب لك كل المعلومات. اه بس اوعى لطيفة تعرف حاجة. تاني؟ يعني انا هخسر اهم زبون عندي وروح اقول لها اني ضحكت عليها مع سعادتك؟ هو ده اللي انا مش فاهمه.
هو احنا هنغني في الاوبرا؟ يا بنتي قولي يا رب. استنوني هنا دي. اتفضل. يا نهار ابيض، جميلة جميلة. جميلة ايه بقى؟ أمال فين ال حد يبقى عنده الوش الجميل ده ويخبيه؟ كفاية من الجمالات بقى. طب بلا ما قلعتيني، ما ترجعي بقى جميلة بتاعة زمان. لا بص، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده خالص. أنا بصراحة جاية لك في خدمة، تساعدني؟ طبعاً. خير يا بابا، بيودوا البنت بتتمرن باليه في الاوبرا، يعني مودينها من غير ما يستأذنوني، يعني انا اشوف بنتي بالصدفه؟ انا لازم اطمن عيشتهم. انا لازم. لازم ايه يا جميل؟ انا لازم اخد بنتي. بعد ما تاخديها؟ يعني ايه بعد ما اخدها؟ انا هتعملي لها ايه احسن من اللي هم عاملينه؟ دول واخدينها ارقى واجمل مكان في مصر، وبيعلموها أنبل فن في الوجود. فنك يا جميلة، ها؟ اللي انت نسيتيه وأهملتيه. عايزة تاخديها ليه؟ عشان تعلميها اليأس والحزن وانعدام الإرادة؟ انت ازاي؟ زي ايه؟ زي أقولك كده؟ ازاي اكشف حياتك قصاد روحك؟ ما تفوقي بقى يا بنتي، لحد امتى هتفضلي تندبي حظك وتلعني الدنيا؟